الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بمادة الدنتال كيريز. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حاب أستفتح صراحة بمراجعة سريعة وخفيفة لطبقات السن وبعض المعلومات عن الإنامل والدنتن، بعدين نحكي شوي عن التسوس، بعدين نفوت على التفريغ نقرأه وبتكون الأمور إن شاء الله مية مية. بداية أنا عندي أي سن بتكون من الكراون اللي هو التاج والروت اللي هو الجذر، تمام؟ الكراون بتكون من الإنامل اللي هو المينا، الدنتن اللي هو العاج، والبلب تشامبر اللي هو هذه الحجرة اللي بيكون فياتها الأعصاب والأوعية الدموية اللي بتغذي السن للإحساس وبتغذي يعني الغذاء اللي بيجي في الدم. أوكي تمام. بعدين بيجي عند الروت، الروت بيكون فياته بيغطيه من برا السمنتم، من جوا اللي جوا شوي الدنتن، وبالأخير بيكون عندي فيه الروت كنالز اللي هي قنوات الجذر اللي بتمر فيها الأعصاب. تمام. طيب نحكي هسه بسرعة عن مكونات يعني عن مكونات السن اللي هن الإنامل والدنتن بالذات. أوكي، بداية وبشكل عام الإنامل والدنتن ماشي بتكونوا بشكل رئيسي من المعادن. أوكي يعني هذا خلينا نحكي المكون الغالب فيهما، أوكي، اللي هي بنسميها المكونات هاي الإن أورجانيك، المكونات غير العضوية، تمام، هون وهون. طيب تمام، الان اورجانيك كومبوننتس، هاي الان اورجانيك كومبوننتس في كليهما اوكي عباره عن معادن اغلبها، والشيء الرئيسي فيها هو الكالسيوم والفوسفات وغيرها، تمام. هاي المعادن لما تتركب مع بعض بتعمل لي كريستالات بنسميها هيدروكسي اباتايت كريستالز. اوكي هيدروكسي اباتايت كريستالز، وهو نفس المبدا. بعدين في عندي مكونات أورجانيك، مكونات عضوية، تمام، وفي عندي مكونات اللي هي الووتر، الماء. طيب هو نفس المبدأ، عندي أورجانيك وأورجانيك وووتر. طب أنا ليش بكتب هذا الحكي؟ أنا هسا حاب أني نفرق من الآن بين الإنامل والدنتن من حيث هاي المكونات. طيب الإنامل بدي تعرفوا أنه يا جماعة الخير نسبة الإن أورجانيك جدا عالية، اللي هي 86 ايش بالمية، ونسبة الان اورجانيك جدا عالية اللي هي 86%، ونسبة الاورجانيك اوكي اللي هي 2%، ونسبة الماء كم 12%، بينما نسبة المعادن اللي هي الان اورجانيك بالدنتن 50% فقط، ونسبة الاورجانيك 30%، ونسبة الووتر كم 20%. اوكي انا هذا الحكي بشو بدي استفيد منه؟ اللي بدي استفيد منه اني بس بدي اوصل لكم معلومة، اولا هاي النسب حفظ لانها بالتفريغ، ثاني اشي يا جماعة الخير انه الانامل كون المعادن فيه اكتر، اذا الانامل اصلب، تمام، اكثر صلابة، وبالتالي اذا بده يصير له اي ضرر من ناحية التسوس او كذا راح يكون تقدم التسوس فيه ابطأ من تقدمه في الدنتن، تمام. وبس هذه اهم شغلات بدي يعني بدي اياكم تعرفوها، المكونات الرئيسيه للانامل والدنتن نسبهم، وشو الفائده اني اعرف انه الان اورجانيك ماتيريالز او الهيدروكسي اباتات كريستالز في الانامل اكثر يعني اصلب، يعني البروسيس تاعيه التسوس بتكون في الانامل ابطا منها في الدنتن. اوكي هسه بالنسبه حاب احكي عن موضوع كمان انه الاورال كيفيتي زي ما احنا بنعرف دائما موجود فيها تو بكتيريا، ولازم احنا نحافظ على نظافه الاورال كيفيتي من خلال تنظيف الاسنان، استخدام الفلوس اللي هو الخيط وغيرها من الطرق. اوكي طيب نفوت في موضوع الماده الكبير اللي هو الدنتال كاريز، اللي هو ما يسمى تسوس الأسنان، ممكن نسميه كمان توث ديكاي. دنتال كاريز أو توث ديكاي يعني تسوس الأسنان. بدي إياكم تعرفوا عنه عدة معلومات. أولا إنه مرض شو؟ مالتي فاكتوريال. مالتي فاكتوريال يعني في عدة عوامل بتخليه يصير، ولازم تجتمع كلها مع بعض عشان يصير. الإشي الثاني اللي بدي اياكم تعرفوه انه كمان it's an infectious disease. ايش يعني infectious disease؟ يعني مرض معدي، يعني له مسبب مرضي. القصد فيها مين؟ مايكرو اورجانيزم، اللي هي طبعا شو؟ mainly البكتيريا، وبالذات مين؟ في عدة أنواع، اللي هي أشياء إيش؟ الستريبتوكوكس ميوتنس. أوكي خليني أشرح لكم هيك بشكل سريع التسوس كيف بصير، عشان الواحد يعني يكون عنده خلفية ممتازة عن الموضوع. بالبداية بدي إياكم تعرفوا إنه مثلا أنا هسا أبدأ أشرح لكم من بني آدم، أوكي
نظف أسنانه، يعني هاي رسمة هيك بسيطة مش دقيقة كثير. المهم بني آدم نظف أسنانه ونبدأ نشوف شو رح يصير معه من هون لا يأكل كذا كذا، ما نظفش أسنانه كمان مرة. طيب بيحكي لي هون لما الواحد ينظف أسنانه بعد ثواني إلى دقائق، في إشي بتنتج اللعاب اللي هو بتكون مواد، يعني مادة في اللعاب بيكون فيها جلايكوبروتينز اللي هو بنسميها، يعني فيها بيكون بروتينات سكرية وغيرها من أنواع البروتينات بنسميها سلايفري بيليكلز. تمام، سلايفري بيليكلز هيك خلاص مادة بتكون موجودة في اللعاب. هاي المادة يا جماعة بتيجي وين؟ على سطح السن عادي، ما في أي مشكلة إلى الآن. هسا هاي المادة فيها شو؟ فيها جلايكوبروتينز، فيها جلايكوبروتينز، وهاي الجلايكوبروتينز البكتيريا بتلتصق عليها. فإذا هذا بني آدم سنه نظيف إجت عليه سلايفري بيليكلز وإجت عليه، إذا خلينا نحكي إنه هاي طبقة السلايفري بيليكلز هيك طبقة رقيقة بتيجي هون. أوكي، هسا هاي الطبقة بعد ساعات، يعني عدد من الساعات، بتبلش البكتيريا ايش يا جماعة الخير تيجي هون. خلينا نرسمها شو باللون الاخضر. افرض انه هاي جزيئات كوكس كروية، يعني ستريبتوكوكس ميوتنز، بلشت تلتصق هون لانه بكون في عليها مستقبل بروتيني بيرتبط في البروتينات اللي في اللعاب اللي التصقت على السن. اوكي طيب تمام. هسا المريض بوكل وما بعدين صحي اكل ماء واجى الليل ونام وما نظف اسنانه وهكذا، بلش شو يا جماعه؟ يتجمع بواقي اكل اكثر واكثر، وبلشت تيجي بكتيريا مره ثانيه مره ثانيه مره ثانيه، والزلمه مش قاعد بنظف اسنانه والى اخره. اوكي وهكذا. هسه لاحظوا تراكم طبقات الاكل مع طبقات البكتيريا. اوكي هذا بنقدر نسميه احنا شو؟ مصطلح علمي اسمه دنتال بلاك، وكلمة بلاك هاي اصلا معناها رواسب، فهي فعليا رواسب من الطعام موجودة مع كثير كثير من البكتيريا. اوكي طيب لهون احنا ما سمعناش انه صار في مشكلة او صار في تسوس. اللي بصير انه هذا الاكل المتجمع في الاسنان، هاي البكتيريا اللي انا رسمها باللون الاخضر شو بدها تعمل؟ بدها تتغذى عليه، بالذات إذا كان سكريات، يعني خبز أو سكر بحت يعني أو غيره من الأكل. شو اللي بيصير؟ بتيجي يا جماعة الخير البكتيريا بتمسك بتيجي البكتيريا بتمسك الكربوهيدرات. تمام، بتمسك الكربوهيدرات. شو بتعمل للكربوهيدرات؟ بتعمل للكربوهيدرات هضم. أوكي الآن يا جماعة نواتج الهضم أوكي بتكون إيش؟ أسيدز، يعني عدم المؤاخذة نواتج أكل البكتيريا أحماض، والزلمة طالما مش محافظ على يعني نظافة الأورال كيفيتي تاعه مرة عمرة مرة عمرة نسبة الأحماض في التم بتزيد، والأسيديتي بشكل عام بتزيد، وبالتالي البي اتش انكريز، وهذا الإشي خطر على صحة الأسنان. هذا الإشي بالنهاية رح يؤدي إلى إنه الانورجانيك كومبوننتس اللي شرحت لكم عنها فوق اللي هي الهيدروكسي ابيتايت كريستلز، تبلش هذا المركب الكبير اللي هو الهيدروكسي ابيتايت كريستلز رح يبلش يتفكك ل سي زائد 2 بي او 4 ماينس، يعني اظن ماينس 2 كمان، وايضا اللي هو الاو اتش ماينس رح تتفكك لهي المكونات ويروح مع اللعاب وهكذا. فاللي بصير انه هذا اللي هو طبقات المينا الانامل هاي بتبلش الهيدروكسي ابيتايت كريستلز تتفكك عن سطحها. اوكي وبعدين مره 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 بصير في عندي انا شكل لاول مره، يعني او نقدر نعمل له ايدنتيفاي كلينيكالي اسمه وايت سبوت. اوكي وايت سبوت ليجن، اذا بصير في عندي شكل اسمه وايت سبوت ليجن، وايت سبوت ليجن. اوكي ايش المقصد لما انا احكي وايت سبوت ليجن؟ يعني هي فعليا ليجن ولونها ابيض، وهي المرحله الاولى اللي انا بقدر اشوفها كلينيكالي من تسوس الاسنان عند الانسان، وهاي المرحله طبعا ريفيرسبل، ممكن ان نعكسها عن طريق تحسين الاورال هيلث، عن طريق ممكن الدكتور يحط لك فلورايد والى اخره. وهنا المرحله هاي كافيتيشن ما بيكون صار كافيتيشن، يعني لسه ما صار كافيتي. اوكي هسه نفرض المريض عنده وايت سبوت ليجن وما اهتم بنظافه اسنانه، رح يوصل لمرحله يوصل التسوس للدنتن، وبالتالي تصير تسوس ريفيرسبل ويصير في عنده ايش؟ كافيتيشن. هاي كمقدمه سريعه اوكي عشان نفهم المبدا، وهسه رح نفهمه احسن من التفريغ. طبعا تسوس الاسنان احد اشياء الامراض اللي بتصير على مستوى العالم هو امراض اللثه.
اوكي طيب نبدا بالتفريغ. بسم الله الرحمن الرحيم. التفريغ بيحكي لي انه الدنتال كيريز نفسها التوث ديكاي، معلومه جميله وبسيطه ما فيها اي مشاكل. المعلومه الثانيه بيحكي لي انه الدنتال كيريز والبريودنتال ديزيز اللي هي امراض اللثه والانسجه المحيطه بالاسنان هي احد اشياء الامراض اللي يعني حول العالم. طيب كيريز انسيدنس معدل حدوث تسوس الاسنان يعني فاري بشكل كبير، يتنوع بشكل كبير ما بين البوبوليشن اللي هي المجتمعات، يعني تسوسات الأسنان اللي في الدول المتحضرة مش زي اللي في الدول اللي مش متحضرة اللي هي الحديثة مثلا، تسوسات الأسنان بملل وقبائل مش زي في يعني بملل وقبائل ثانية خلينا نحكي، فهو يعني يتنوع من بوبوليشن لبوبوليشن آخر. طب شو هو الدنتال كيريز؟ أهم إشي نعرف إنه إتس أن إنفكشوس، والإنفكشوس إيجنت بكتيريا يعني يسببه مسبب مرض. Where the outcome is progressive، شو نتيجة هذا المرض؟ تدمير مستمر للاستراكشر تاع السن. اوكي شو سبب هذا التدمير؟ بسبب انه بصير في عنا يا جماعة الخير تفاعل interaction between شو metabolic products of bacteria اللي هي نواتج هضمها وايضها and the organic and inorganic components of enamel dentin or cementum. باختصار بصير في عندي تفاعل يا جماعة ما بين نواتج هضم الطعام لما تهضمها البكتيريا اللي بتعمل البكتيريا مع مواد نسيج الأسنان، مع اللي هي خلينا نحكي الأورجانيك اللي شرحت لكم إياهم والإنأورجانيك ماتيريالز اللي بتشكل الأسنان. طيب ممتاز، فأنا بهمني يا جماعة نعرف إنه إنفكشوس، كثير بهمني تعرفوا هاي المصطلح وإنه إيش يعني مرض بيعمل طول دائما بيعمل بروجريشن طالما أنت مش معالجه. بهمني كمان نعرف انه localized not generalized، هذا المرض تأثيره على السن بشكل موضعي يعني بيمسك موضع بالسن وبيبلش ايش يتفشى فيه، فيعني ممكن يعني دكتور تجيب التعريف وتحط generalized مثلا true or false، فيعني نكون منتبهين شوي. فdental caries is used to describe the results، النتائج اللي هي signs and symptoms of localized chemical dissolution. شو يعني chemical dissolution؟ يعني بصير في تفاعل كيميائي ينتج عنه dissolution اللي هو ذوبان للtooth surface caused by metabolic events، تفاعلات كيميائية بتصير in the biofilm اللي هي dental plaque. وحبيت أنا أشرح لكم شو dental plaque covering the affected area. dental plaque حكينا هي المنطقة اللي ببلش يتراكم فيها بكتيريا أول بأول، بعدين البكتيريا بصير فيه بيجي عليه أكل، بعدين مع عدم التنظيف البكتيريا ببلش يأكل في الأكل هاد ويعني نوات ويهضمه ويطلع إخراج اللي هو عبارة عن أحماض، هاي الأحماض بتعمل أسيديتي في التم وبالتالي بصير في إيش ديمينراليزيشن للتوث استركتشر. أوكي في البيوفيلم طبعا نفس الدنتال بلاك ديستركشن كان أفكت إنامل دنتين وسمنتم، هذا التدمير اللي هو الديمينراليزيشن بيأثر في الإنامل بيأثر في الدنتين بيأثر السمنتم، السمنتم اللي هو نسيج الجذر اللي هي الطبقة الخارجية للجذر. طب شو بالنسبة للبلب يا جماعة؟ افرض الكاريز وصل للبلب، البلب ما بصير له ديمينراليزيشن لأنه مش من معادن، البلب لا يتكون من معادن، البلب يا جماعة سوفت تشو عبارة عن أعصاب وأوعية دموية، فلو اجت عليه بكتيريا بصير فيه انفلاميشن ممكن نسميها بلبايتس اللي هو التهاب اللب. اوكي واللي بنعالجه بسحب العصب. ليجن ماي مانيفست ديمسيلف كلينيكالي ان ا فاريتي اوف ويز، طبعا الليجنز بنشوفها في العياده اكيد باشكال مختلفه حسب السن حسب موقع الليجن والى اخره. طيب الان في عندي هون اسباب اساسيه اوليه لتسوس الاسنان اللي هي الدنتال بلاك اللي هي المنطقه اللي على السن اللي بيكون فيها البكتيريا والاكل، الدايتري كربوهيدرات اللي هي الاكل اللي انت بتاكله، التوث اللي هو شو يا جماعه السن يعني بدون سن ما حيصير في تسوس، والتايم اللي هو الوقت. اللي بدي اياكم تركزوا لي عليه انه يجب اجتماع هذه العوامل مع بعض عشان يصير عندي كاريز، بدون اجتماعها لن يحصل عندي كاريز. وراح استبق الاحداث اظن الدكتور راح تحكي عنه لاحقا، وخليكم تقتنعوا انه دنتال كاريز از ا ملتي فاكتوريال ديزيز. العلماء وصلوا لهي النتيجه يا جماعه بعد التجارب، فبيحكوا لك جابوا فار اول من ولد ما في بتم ولا اي بكتيريا وحطوه في بيئه استيرلايزد يعني معقمه 100%، حلو حلو، وطعموه يا جماعه ايش سكريات، تخيلوا يعني شو وفروا له عامل التايم، وفروا له عامل السن اللي في اسنان اللي بتمه، وفروا له عامل الكربوهيدرات اوكي، ولكن عزلوه عن اي بكتيريا حواليه، ما في دنتال بلاك. هل صار تسوس؟ لم يحدث تسوس، تمام. اذا لاحظ وفرنا له ثلاث عوامل وعزلناه عن البكتيريا بيئه معقمه ما صار له تسوس. طيب
بينما يا جماعة مسكوا فأر آخر في تجربة أخرى ماشي وطعموه من بطنه من أول من ولد، يعني وفروا له البكتيريا عادي، كان في بيئة فيها بكتيريا، بيئة عادية، ففي التايم وفي عندنا البلاك، أوكي هو البلاك هو سطح السن اللي بيكون عليه البكتيريا، ووفروا له التوث. بينما الأكل يا جماعة ما كان يأكل، كان يطعموه من بطنه، ووجدوا انه ما صار عنده تسوس. فوجود البكتيريا لحالها مع السن مع الوقت ما بيكفي، وجود السكريات لحالها بدون ما يكون في بكتيريا ما بيكفي، وهكذا وهلم جر. طبعا التم اللي فيه اسنان مش رح يصير فيه دنتال كاريز، يعني ما بدها شطاره، والوقت اكيد عامل، الوقت معروف انه مهم. سو دنتال كاريز از ا ملتي فاكتوريال ديزيز، يجب توفر الاربع عوامل جميعا عشان يصير عندي تسوس. اوكي سو اونلي وين انتر اكشن اوف فور اليمنتس هابن ذن يو ويل هاف دنتال كاريز. هاو داز كاريز ديفلوب؟ اوكي كيف التسوس بصير؟ بيحكي لي بالبداية البكتيريا بتكون على سطح السن في الدنتال بلاك، فيرمنتبل كربوهيدرات بيوكل الإنسان سكريات مثل السكر اللي هو ما أحد الأمثلة السوكروز أند جلوكوز، أوكي بتوكل أكلها الإنسان ضلت في أسنانه وما نظف أسنانه، بتيجي البكتيريا تهضم هذه السكريات وبتنتج لي إيش يا جماعة؟ أحماض بتخلي البلاك بي اتش توطى عن 5. ليش 5؟ هذا كريتيكال بي اتش، يعني البي اتش اللي مشكلة يوطى، يعني لمشكلة البيئة تاعت التم توطى عنه، يعني مشكلة انه البيئة تاعت التم او السن او البلاك توطى عن 5، فسموه critical pH. طيب استمرارية repeated fall in pH in time may result in demineralization of susceptible site، بصير فيه ازالة لهاي المعادن وبلش سطح السن، يعني هاي المعادن تتفكك في المنطقة اللي فيها هذا الامر، on the tooth surface initiating the caries process، وتبدأ عملية التسوس. إذا رادين عديد عايدين الموضوع كاختصار، بيكون عندي dental plaque فيها البكتيريا، بيكون عندنا الإنسان اللي هو susceptible host، بوكل السكريات والبكتيريا بتعملها هضم ثم بتخرجها على شكل أحماض، والأحماض بتعمل للسن demineralization. سهل وجميل جدا. طيب there are a lot of other factors that play role in the process. طبعا هاي احنا حكينا برايمر، لسه في عوامل اخرى وغالبا هنحكي عنها بمحاضرات تانية، مثل حكي لي نظام الغذاء الى المريض. هسه الانسان الفيجيتيريان مش زي الانسان اللي بوكل سكريات وكذا كذا، اوكي الاماونت اوف مايكروبس اللي في تمه، هذا بيعتمد على امور جينيه عند المريض. السلايفا كومبوزيشن هذا عامل جدا مهم يا جماعه، السلايفا جدا مهم في الوقايه من التسوس، وبالتالي المريض المسكين اللي عنده هايبو سلايفيشن لاسباب صحيه بسهوله بيصير عنده تسوس. السلايفا فياتها كالسيوم، السلايفا فياتها معادن، هاي المعادن بتعمل ريمينراليزيشن لما يكون صار ديمينراليزيشن. فمثلا المرضى اللي عندهم مرض اسمه جفاف الفم اللي بنسميه احنا زيرو ستوميا، زيرو جفاف وستوميا فم، اوكي ديو تو عدة اسباب، ممكن يكون عنده زيرو ستوميا كمرض، ممكن يكون نسأل الله العافية السلام باخذ علاج اشعاعي او كيماوي تسبب في جفاف اللعاب في فمه وانه مشكلة في افراز اللعاب، اوكي يعني زيرو ستوميا. في امراض وراثية طبعا، يعني جينية كمان، هذه مرض اسمه هايبوهايدروتيك اكتوديرمال ديسبلازيا، بيكون في عنده مشاكل في افرازات سوائل الجسم بشكل عام من ضمنها اللعاب، وهكذا. فبالتالي بيصير عنده دنتال كاريز. هايبر سلايفيشن يعني في لعاب بشكل طبيعي ممتاز، فنو دنتال كاريز. اوكي اذا عامل الغذاء له دور، عامل اللعاب الطبيعي له دور، education المريض الانسان المثقف اللي بيعرف انه لازم يفرش اسنانه مرتين باليوم صبح مساء ويعمل اسنانه بالخيط مثلا مره قبل النوم، هذا ما بصيبه تسوس زي الانسان غير المثقف اللي بينام بعد الاكل بوكل سكريات وبينام وما عنده مشكله. ايضا الدخل المنخفض، دول ذات الدخل المنخفض وجدوا بعد الاحصاءات انه عندهم دنتال كاريز اقل. دنتال كاريز ديزيز شود بي بريزنت بيفور ليجن كود بي ديتكتد مايكروسكوبيكلي، فبيحكي لي انه التسوس بيكون موجود قبل ما انت تشوفه، قبل ما تقدر تشوفه بعينك بالاصل. عادي فعلا، يعني انا ما حقدر اشوفه الا تصير وايت سبوت ليجن، ممكن حتى ما انتبه عليه الا اذا اني جففت السن، هسه رح نحكي ان شاء الله، ممكن انتبه عليه بعد ما يوصل لمرحله الريفرسبل، يعني هو موجود له ابصر قديش لحد ما وصل الدنتن وعمل كافيتيشن. المهم
all four factors of dental caries should be present. رد يحكي لي عن البرايمر انهم لازم يكونوا موجودين الاربعة عشان يصير في destruction and ويصير في ايش caries lesion. اوكي okay. In order to assess dental caries progression عشان نشوف البروجريشن تاع التسوس عند المريض لازم تحدد ايش الاكتيفيتي اوف ذا ليجن قديش الليجن اكتيف اور وات وي كول اوفر اول كاريز ريسك اللي هو سي اي ام بي ار اي. اوكي اللي هي اختصار لكاريز مانجمنت اداره التسوس باي ريسك اسسمنت. يعني انا بلغه اخرى بدي اجمع معلومات عن مريضي عشان اشوف يعني قديش التسوس رح يعني يتقدم عنده. يعني فعلا ممكن مريضين يصيبهم تسوس بنفس الوقت لكن مريض توصل عنده مثلا العصب ويصير وضعه أسوأ وفي حال مريض تاني لسه اموره مثلا يعني مش بهذا السوء. فطبعا في عوامل كثير من ضمنها الجينات من ضمنها الاورال هابيتس واشياء ثانيه. اوكي فبيحكي لك انه يو ديتيرمن اول ذا ريسك فاكتورز بدك تحدد كل عوامل الخطر اللي ممكن تسبب تسوس الاسنان عند مريضك وبدك تعمل تصنيف categorize the patient accordingly into low moderate high risk patient. تمام يعني بالله يجيني مريض عنده زيرو ستوميا ما عنده سلايفا هذا مثلا وضعه كثير سيء يعني احتماليه انه يتقدم التسوس يتقدم التسوس عنده كثير عاليه زي هيك. يعني مثلا يجيني مريض عنده مثلا اميلوجينيسيس امبيرفكتا ويكون عنده كاريز مشكله برضه. اوكي فلازم نحدد بناء على شو contributing factors الموجوده عند البيشنت من امراض من اورال هابيتس من ظروف اجتماعيه وغيرها. وبعدين يو ديسايد ذا ستاندرد اوف كير بعدين راح تحدد مبادئ العنايه اللي بدك تعتني فيها بمريضك وكيف بدك يعني تدير امور المريض. تمام فان ذا باست اللي هي الشغلات الميكانيكال سواء كان في عنده استئصال جراحي لطاحونه او استئصال يعني ميكانيكال ابسط شوي. الاشياء اللي حاليا بدنا نسيطر عليها اللي هي شغلاته السلوكيه البيهافير البايوكيميكال اذا كان عنده حشوات بتحكي لنا دكتوره ايديلي ريستوريشن فيلير فشل الحشوه بيكون لانه صار لها ضعف وبلش يصير لها وير يعني الاستراكشر تاعها بلش يروح منه والفتيق اللي هي ضعفت مع الزمن فالحشوه بتخرب مش بسبب الكاريز بسبب الوير اند فتيق. اوكي The outer layer اللي هي الإنامل is highly mineralized. معلومة جميلة وإحنا استنتجناها لما إحنا نحكي لك الـ inorganic 86% لازم تستنتج إنه it's very highly mineralized. The main component of the tooth enamel is hydroxyapatite crystals اللي هي هاي الـ inorganic component which is composed of calcium phosphate and carbonate. Calcium phosphate and carbonate هاي مكونات hydroxyapatite crystals. In order for caries progress to begin عشان يبدأ التسوس راح يصير أكيد في demineralization of the tooth surface عشان يبدأ التسوس. تمام An acidic environment البيئة الحمضية بتعمل demineralization اللي هي دي يعني إزالة mineralization المعادن بتنفك المعادن فبالأحرى هي بيحكي لي demineralization إنك تخسر المعادن اللي هن الكالسيوم والفوسفات والكربونات بتفكك هذا المركب الكبير هذا اللي هو الهيدروكسي أبتات كريستالز لهدول الثلاث مركبات التانيات. على النقيض في إشي اسمه remineralization اوكي انه يصير في اكتساب للمعادن اللي هي الكالسيوم والفوسفات والكربونات. طب كيف ممكن يصير ريمينراليزيشن؟ ممكن انت تلحق حالك اذا الكاريز لساته ريفيرسبل يعني مثلا ان وايت سبوت ليجن تستخدم معجون فيه نسبه فلورايد منيحه تحافظ على نظافه الاورال كافيتي عندك. اوكي وفبصير احيانا في ايش ريمينراليزيشن السلايفا الطبيعيه مهمه في الريمينراليزيشن وهكذا. طيب if the environment is favorable for remineralization إذا البيئة مناسبة عشان السن يضبط أموره يعمل remineralization the tooth could actually regain these minerals ممتاز بيقدر يرد يستعيدها ويضبط وضعه في حالات التسوسات المبكرة. This could done by buffering effect اللي هو يعني buffer اللي هي المنظم في إشي أخذناه بالكيمياء اسمه buffering solution المحلول المنظم فالسلايفة بتشتغل كأنها محلول منظم بتنظم البيئة شي جماعة تاع الأورال كافيتي كمان نوع معجون هيها buffering effect of saliva السلايفة بتشتغل كمحلول منظم إذا الحمضية زادت بتحاول ترجعه للقلوية. كمان إنه يكون في dentist اللي هو professional حط لك فلورايد على الأسنان كوقاية وحماية وتقوية للسن وكذلك الفلورايد اللي ممكن يكون في معاجين الأسنان. طيب it's an equilibrium إنها عملية إيش توازن فعليا يعني if it is shifted toward demineralization the caries process begins
إذا كان وضع سنك أقرب للديمينراليزيشن بصير تبدأ عملية التسوس. إذا كان وضعك أقرب للريمينراليزيشن بيكون إيش وضعك أقرب للتعافي من هذا التسوس اللي هو لساته في وضع الريفيرسبل. Would be okay favorable and it could stop progression of dental caries. يعني باختصار نسأل حالنا هل ممكن يبدأ التسوس ويوقف؟ نعم. كيف؟ بقول لك بهو يا جماعة بيكون لساته التسوس ريفيرسبل وبالتالي بيكون على شكل white spot lesion وبالتالي بيكون إيش صار للسن شوية ديمينراليزيشن بس الزلمة والله راح على دكتور اسنان حط له فلورايد الزلمة عنده سالايفيشن ممتازة افراز لعاب ممتاز الزلمة استخدم معجون فيه فلورايد صار يفرش صبح مساء بالطريقة المناسبة والصحيحة ويعني صار له ايش ريمينراليزيشن وراح التسوس تمام هي بشرح لي اياها كيميكالي هيدروكسي اباتات كريستال هي صيغتها تمام وهي صيغة لما تتفكك كالسيوم وفوسفات وهذا ايون الاو اتش ماينس اوكي لاحظوا كيف هذا توث مينرال عفوا معادن الأسنان وهذه المعادن بعد تفككها أوكي فبيحكي لي هون first demineralization of mineral portion of the tooth surface occurs بصير في demineralization then it's followed by disintegration of organic material بداية بيبدأ الشغل في ال inorganic materials اللي هي المعادن بعدين بصير في تفكك للشغلات اللي هي الorganic اللي هي العضوية أوكي هسا بده يحكي لي عن الإنامل والدنتين بيحكي لي البي اتش الكريتيكال بي اتش هون 5.5 يعني اذا نزلت البي اتش عن 5.5 راح يبلش الانامل يتفكك بينما اذا نزلت من الدنتن عن 6.2 راح يبلش الدنتن يتفكك طب يعني احنا لو نطلع شوي هون مين اكثر حساسيه للبي اتش ونزوله الانامل ولا الدنتن لا الدنتن ليش يعني نفرض احنا انه البي اتش 7 مثلا في الاورال كافيتي متى ما وصل 6 والتسوس واصل للدنتن والله هذا مسكين صار يصير له ريمينراليزيشن بينما الانامل لا بصبر بحكي لك انا بصبر لحد البي اتش 5.5 بعدين بصير لي ريمينراليزيشن في الانامل اكيد هو يعني الريمينراليزيشن بروسس فيه شو ابطا لانه الكريتيكال بي اتش تاعيته اوطى شوي اللي بيستحمل فيها الاحماض غير هيك كميه المعادن فيه اكبر فلما توصل ل 5.5 وتحت بصير في فقدان للكالسيوم فوسفات بصير في سب كلينيكال ديمينراليزيشن ووايت سبوت ليجن وكافيت وهي يعني بالتدريج طبعا انه حتى نوصل لمرحله شو الكافيتيشن بينما هون طبعا بصير في لوس اوف كالسيوم فوسفات لوس اوف اورجانيك سبستانس وبصير طبعا هون انت اكيد في كافيتيشن اوريدي كونك واصل للدنتن متى ما وصلنا للدنتن ففي كافيتي يعني اكيد بيحكي لي هون راح يصير في تسوسات في مناطق الدنتن اللي راح ندرسها اللي هي التوربيد والترانسبيرنت والسب ترانسبيرنت برضو تحت حكي الدكتور عن الشكل بتحكي لنا الدكتوره هون ذا توتس انامل از سترونجر اند مور ريزيستنت مش مختلفين الانامل اقوى واكثر واقوى يعني بيقدر يقاوم احسن الديمينراليزيشن بروسيس دان ذا دنتن ليش لانه الكريتيكال بي اتش عشان يصير ديمينراليزيشن للانامل بيستحمل لحد 5.5 بينما الدنتن متى ما وصلت 6.2 ونازل خلص ببلش يصير له ديمينراليزيشن فالانامل يا جماعه اقوى اف انامل جيتس لوست اذا خسرنا الانامل وصار له ديمينراليزيشن بسبب تسوس الاسنان اند دنتن از اكسبوزد وصار الدنتن مكشوف ات وود بي ديجريدد ات هاير ريت راح يبلش يتحلل ويتفكك يتكسر بريت ومعدل اسرع واعلى لانه It's more susceptible to pH changes لأنه أكثر حساسية لتغيرات pH. The first process is loss of calcium and phosphate from enamel, which is known as subclinical demineralization. طيب يا جماعة هسا إحنا لهون خلصنا هيك زي كلمتين صغار عن الشكل. بده يبدأ يشرح لي عن الخطوات اللي بدها تصير هون. فلما يسألني في الامتحان شو أول خطوة بالdemineralization اللي هي إنه أكيد نخسر الكالسيوم والفوسفات. هاي known as ايش subclinical demineralization يعني ليش سميناها subclinical يعني هون قاعد بصير demineralization انا مش قادر اشوفها في العيادة لسه الموضوع في اوائله يعني لسه الموضوع في اوائل خطواته خلينا نحكي فالموضوع subclinical لسه مش قادر اشوف الكافيتي يعني لسه ما صار كافيتي حتى بس فعليا هو قاعد هسه بصير في demineralization فعليا في بكتيريا فعليا قاعدة تنتج احماض اوكي فبتحكينا الدكتورة you may or may not be able to know Notice the signs of the stage of the but okay ما راح تقدر تلاحظها يعني ممكن ما تقدر تلاحظها ولكن إذا demineralization استمر then white spot lesion are going to begin حلو هاي الwhite spot lesion إذا إنه
استمر الديمينراليزيشن، هاي راح تبين عندي. هذا مصطلح حلمي كمان مهم تعرفوه هسه منيح ان شاء الله. المهم what spot region are going to begin and afterwards بعدين if this process doesn't stop راح يصير في اخر اشي cavitation، هذا كله راح يصير في ايش؟ في الانامل يا جماعة. اوكي راح يصير في الانامل. اذا نعيد مرة تانية، بداية بيكون في خسارة للكالسيوم، بعدين sub clinical demineralization، بعدين white spot lesion، بعدين بصير في cavitation اللي هو الكافيتي. اوكي regarding dentin فيما يتعلق بالدنتن، لما يوصل الكاريز للدنتن the same process would happen، نفس الاشي راح يصير. It starts by losing calcium and phosphate and once these minerals are lost، متى ما خسرنا هاي المعادن the organic matrix would be degraded. اوكي and that would form the caries lesion in dentin. اوكي فبيبدا الموضوع بان بنخسر المعادن وبعدين الاورجانيك، يعني الانورجانيك اللي هي المعادن ثم الاورجانيك، بعدين راح يصير فيه تسوس ودي يعني ديجريديشن وديمينراليزيشن للدنتن. Now we need to know the basic structure of enamel in order to understand the process of dental caries. اوكي طيب الان احنا درسنا انه الانامل فيه معادن اكثر اللي هي الانورجانيك كومبوننتس، والاورجانيك كثير قليل فيه 2% والمي بس 12% مقارنه بالدنتن. طيب الاستراكشر بتاع الانامل راح تاخذوه بشكل كثير اوسع بالاورال هيستولوجي، فرح نمر عليه هون سريع. بيكون باختصار فيها تو شيء اسمه انامل بريزمز او الرودز اللي هي العصي، وبينها بين هذه العصي موجود في ماء واورجانيك كومبوننتس. هي نقرا سو انامل كونسيست اوف هيدروكسي اباتايت كريستلز اور كريستلز اوف هيدروكسي اباتايت ذات ار تايتلي باك توجذر، متلاصقه بشكل شديد جدا مع بعض لانه اصلا ما في غيرها. بيضل عندي 2% اورجانيك و12% مي والباقي كلياته ايش؟ يعني هيدروكسي اباتايت كريستلز. اوكي ان ان اوردرلي ارنجمنت تو فورم مليونز اوف انامل بريزمز اور اللي هي الرودز ويتش اكستند فروم ا توث سيرفيس تو اتس دي اي جي. بتمشي يا جماعه الخير من سطح السن، تمشي من سطح السن من هون حتى توصل لهذا الاشي اللي اتفقنا مع بعض انه اسمه دنتينو انامل جانكشن. تمام اوكي ايتش كريستال از سيبريتد فروم اتس نيبر باي تايني انتر كريستالايت سبيس، كل كريستالايه مفصوله عن الثانيه بفراغ اسمه ايش؟ انتر كريستالايت سبيس اور بورز. بورز برضو اللي هي يعني الفراغات، خلينا نحكي اوكي ويتش ار فيلد، بشو مملوءه هاي الفراغات؟ بالاورجانيك ماتيريال اللي هي ما ننسى 2% اند ووتر اللي هي 12% فقط. اوكي اف وي talk about numbers، إذا بدنا نحكي عن الأرقام، طبعا أنا حرقت الأرقام من أول المحاضرة بس مش مشكلة. We will notice that the enamel is not إيش organic، طبعا أغلبه inorganic. 86% inorganic اللي هي الهيدروكسي أباتات كريستالز، والأورجانيك اللي هي 2% فقط، والووتر 12% فقط. هذا الإنامل. الدنتن الإنورجانيك 50%، الأورجانيك 30%، الووتر 20%. This organic material makes the dentin more susceptible for dissolution. هاي برضو شرحناها، يعني قلنا كثر الأورجانيك ماتيريال في الدنتن بيخليه يعني أكثر عرضة لأنه يصير له ذوبان وديمينراليزيشن والديسوليوشن. أوكي هسه رح نحكي عن الكاريز ان انامل ان شاء الله، بعدين نوقف ونحكي كلمتين عن الكاريز ان دنتن. اوكي الكاريز ان انامل، التسوس لما يبدا في المينا. سو ان انامل از اكسبوزد تو اسيد بروديوس، لما تيجي البكتيريا وتبلش تفرز احماضها باي دنتال بلاك في هاي المنطقه، في منطقه البلاك مينرالز ار لوست، تبلش الطبقه هاي تفقد معادن from the surface اللي هي الهيدروكسي اباتات كريستالز which make them shrink in size. حجم هاي الكريستالات اصلا اوكي لما يعني هيك مثلا هاي يعني هي كريستال كبيره بتتكون من هيدروكسي اباتايت بارتكلز، ببلش يفكن واحده واحده، اكيد حجم الكريستال راح ايش يصير له شرينكج او انه يصغر. طيب طالما نفرض، خلينا نفرض انه انا عندي هاي كريستالز ماشي، خلينا نحكي انه هذول الكريستالز شوفوا قديش متلاصقات في بعض، بعد ما صار لهم ديمينراليزيشن وصغر حجمهم، نفرض انهم هيك صاروا. اللي بدي تنتبهوا عليه يا جماعة انه المساحة الموجودة بين كل كريستال وكريستال هاي، ايش صار لها يا جماعة؟ زادت صح ولا لا؟ وبالتالي كمية البورز او حجم البورز الفراغات بينهم ايش صار؟ زاد. تمام؟ هذا اشي غير جيد طبعا. اوكي
هاي بدي أورجيك كيف السبيس اللي بنشوفها في الإلكترون مايكروسكوب كيف إنها صارت أكبر. أوكي، the intercrystallite space is filled with water، ببلش يفوت فيها مي، ببلش يفوت فيها لعاب، وراح يزيد حجمها and the tissue becomes more porous، والنسيج راح يصير أكثر نفاذية، which allows more minerals to escape. طبعا هذا الإشي فوق ما هو بيخلي مي ولعاب يفوت، بيخلي معادن تطلع بشكل أسهل وأسرع. أوكي، وبالتالي from the to surface بصير to surface طبعا ايش اضعف واضعف. في هذه المرحلة the caries lesion can be detected clinically، هون انا بقدر اشوفه في العيادة وهي اول مرحلة كلينيكالي بقدر اشوف فيها الكاريز، and it's referred to as white spot lesion. white spot lesion نحكي عن ال white spot lesion. it is the earliest microscopic evidence of caries in enamel. إذن what is the earliest microscopic evidence of caries in enamel بقدر اشوفه clinically اللي هي شو هي؟ it's the white spot lesion. طبعا هون لسه ما في cavity يا جماعة، ننتبه no cavitation، ماشي، لسه التسوس مش واصل للدنتن، لساته في الإنامل، هاي لسه أوائل المراحل، بس الموضوع إنه صار في demineralization حتى وصلنا لحد معين أقدر أشوف فيه التسوس على شكل بقعة بيضة باختصار. أوكي، and it's best and it's best seen on dry tooth، يعني ممكن تحتاج تنشف السن عشان تشوفها على شكل small، صغيرة opaque يعني غير منفذة، خلينا نحكي لأنها أبيض بيكون white area. okay it happens because when enamel loses its minerals، لما يفقد الإنامل المعادن بصير إيش نفاذيته بتزيد. شرحنا ليش، قلنا الهيدروكسي أباتايت كريستالز الكبار وملزقات ببعض صغر حجمهم، المساحة بينهم زادت، وبالتالي البوروسيتي اللي هي النفاذية شو صار فيها زادت، وبالتالي اللهم صل على سيدنا محمد صار السن أضعف شوي. وبتحكي لنا هون كمان هذا الإشي يؤدي إلى أنه انعكاس الأشعة الضوئية light rays becomes different than that of the normal enamel which make it as appear as white، بصير انعكاس الضوء عن هاي المناطق مش زي انعكاسها عن الإنامل العادي فبتبين بيضاء. in the upper picture في الصورة اللي فوق you can see the white spot lesion، هاي زي ما احنا شايفينها، هنكبر الصورة عشان نشوفها بوضوح. اوكي، white spot lesion along mucogingival junction where plaque could be easily accumulated on the cervical third of teeth and below contact points. اوكي، فممكن وين نشوفه احنا؟ في cervical third زي ما احنا شايفين، اخذنا يا جماعه زمان في الانترودكشن اللي اخذ وفي الدنتال اناتومي انه ممكن نقسم السن ل 3 thirds، صح ولا لا؟ incisal third والميدل third، ايوه، وايش؟ والسيرفيكال ثيرد لا ننسى. اوكي، تقسيم سهل وبسيطه، سو انسايز الميدل سيرفيكال، فاحنا بنشوفها وين؟ هيو ان ذا سيرفيكال ثيرد، هي هاي وايت سبوت ليجنز. اوكي، ما في اي مشاكل ان شاء الله. اوف تيث اند بيلو كونتاكت بوينتس، كونتاكت بوينتس كنت اورجيكم صوره فيه، ذس از ذا كونتاكت بوينت، منطقه التقاء الطاحونتين لتحتهم بيلو يعني تحت بنشوف قاعدين الوايت سبوت ليجن او حتى تسوس بشكل عام، يعني هي اصلا بدايه التسوس. This picture on the right shows the second stage، هون دخلنا للخطوه الثانيه من الدنتال كيريز which is the micro cavitation. So the first stage is white spot lesion، بعدين micro يعني صغير، يعني cavity صغير جدا. Further progression into enamel and dentin، هون يعني خلص يعني قطع كثير في الانامل وتقريبا وصل للدنتن، ماشي. At early stages في المراحل الأولية the tooth should be dried، يعني في أوائل مراحل التسوس بدك لازم تنشف السن وحالتك حالي عشان تقدر تشوف الوايت سبوت ليجن. أوكي، ولكن لاحقا لما يصير continuation للبروجريشن يعني التسوس يضل يتقدم it could be seen on a wet tooth structure، عادي بتشوف الوايت سبوت ليجن على السن وهو على لعاب ما عندك مشاكل. Sometimes the lesion may appear brown in color، هل هذا معناه انه صار irreversible وصل للدنتن؟ لا، ولكن هذا بسبب شو؟ الصبغات، يعني افرض الزلمة شرب قهوة يعني بيشرب كتير او باكل اكل فيه صبغات، وبالتالي احنا متفقين مره ثانيه انه الانامل بريزمز بتصير اصغر وبالتالي البوروسيتي بتزيد، فمن ضمن اللي بفوت اللي هي شو؟ صبغات الطعام مثل القهوه وغيرها، وبالتالي بتصير شروات سبوت ليجن متصبغه. If the early enamel lesion progress the intact surface breaks down، بالتالي cavity formation.
اللي بدي احكي لكم اياه انه لاحظوا كيف مع تقدم التسوس لسه في منطقه هيني ظللتها بالازرق، لساتها تمام ومش مكسوره، لكن اذا الانامل تطور وتطور ووصل للدنتن واكل الدنتن بطل في اشي تحت الانامل يعطيه الدعامه. ويا جماعه اعرفوا لي انه الانامل هش كالزجاج مع صلابته وكثر ما عاد انه هش، يعني هش يعني سهل الكسر. واللي لاطف فينا بفضل ربنا علينا انه في تحتيه دنتن، والحمد لله انه الدنتن المعادن فيه قليلة والأورجانيك كثيرة، فمعطيه شوية إلاستيسيتي ومرونة يستحمل ايش ضغط المضغ. فلما يروح الدنتن ويأكله الأحماض اللي بتعملها السوسة ويضل عندي إنامل مش مدعوم، هاي المنطقة الانتاكت تكسر وبالتالي بيصير فيه ايش مع كافيتي. ان شاء الله تكون الأمور وضحت بإذن الله، ان شاء الله رح توضح أحسن وأحسن تحت. أوكي، usually the change in color gives you an indication to the activity of the lesion. اوكي، طبعا تغير اللون بيخليك تتاكد انه الليجن يعني it's active قاعده تتقدم. microscopic appearance، منظر microscopic appearance يعني هسه رح ندرس المنظر تاع التسوس تحت الميكروسكوب للوايت سبوت ليجن انه سموث سيرفيسز، اللي هن ايش يعني سموث سيرفيس؟ احنا متفقين في سيرفيسز يعني مقسمه، السموث سيرفيسز اللي هي السيرفيسز اللي خلينا نحكي ممكن يعني في لها تنظيف مستمر زي البكر اللي عند الخد، والبروكسيمال سيرفيسز اللي هي يعني ما بين الاسنان اوف ذا توث، لسكم اللي لينجوال سيرفيس. اوكي، باختصار الوايت سبوت ليجن وين ممكن نشوفها؟ على البكر، على البروكسيمال، على اللينجوال، وهو اقل شيء. ليش عفوا انا قصدي انه اللينجوال سيرفيس ليش اقل شيء؟ لانه يا جماعه الخير دائما اللسان جنب الطبقه هاي وبضل يصير فيه كليننج. اوكي تمام. طب ممكن نسال حالنا كمان سؤال عشان افهمكم مبدا انه بكون في تنظيف لبعض المناطق بشكل مستمر، شو المعنى الوايت سبوت ليجن شفناها بالسيرفيكال ثيرد، ليش مش كمان بالميدل والانسايزال ثيرد؟ السبب انه انت تمضغ الطعام بتكون الميوكوزا تعيت الشفايف الليبيا الميوكوزا بتنظف هاي المنطقه من البلاك، وبالتالي ما بلحق يتراكم ويعمل اللي بيعمله فوق، فبالتالي بيبدا الموضوع بالسيرفيكال ثيرد. المهم يا جماعه نكمل مسيرنا في التفريغ. يوجوالي كونت. اوكي هسا احنا فهمني مبدا الميكروسكوب وبده يبلش يوصف لي في الشكل تاع الليجن. طيب يا جماعه الخير، الليجن شكلها بشكل عام مخروطي الشكل، خليني انا نبدا نشرح فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين هون انا عندي كاريز في هون في هذه المنطقه، وبنلاحظ انه الشكل مخروطي الشكل، له قاعده وله راس. هاي الراس اسمه ابيكس والقاعده اسمها بيز. يا جماعه ايزي وسهل تمام، نطلع بالمنطق. احنا هسه بكاريز في الانامل، الراس وين؟ توورد دي اي جي دنتينو انامل جنكشن، والقاعده وين؟ توورد التوث سيرفيس. صعب يا جماعه؟ كثير سهل، نحفظ بس انه الكاريز في البروكسيمال ارياز في الانامل هيك اتجاهاته، مفهوم؟ الراس الابكس مورود توورد دي اي جي والبيس توورد التوث سيرفيس. طيب خلينا نقرا. So usually cone shape the apex cone اللي هي راس المخروط هذا موجود توورد انامل دنتين جنكشن او دي اي جي دنتين انامل جنكشن اند اراوند كونتاكت بوينتس، والبيس طبعا توورد التوث سيرفيس. The lesion takes this shape because it follows the direction of enamel prism. السبب انه يعني باخذ هذا الشكل انه ماشي مع الانامل بريزمز هدول، فيعني باخذ الشكل هذا. طيب caries process in the proximal surface start below the contact area and then it follows the direction of enamel rods. ما في اي مشكله. And as it progresses it becomes more triangular in shape اللي هو الابيكس of the triangular toward the AJ. ما في مشكلة، بيحكي لي باختصار انه التسوس بيبدأ بلو تحت، يعني يا جماعة هاي الكونتاكت اريا هيها منطقة التقاء سنين، بيبدأ لتحت شوي وبيبلش يعمل البروجرس، وكل ما زاد البروجرس يعني الراس بصير اوضح اللي هو الابيكس، وبكون اتجاهه لوين؟ دائما هيو لوين؟ يعني هيها للدي اي جي دنتين انامل جنكشن. وهي الصورة يا جماعة بتوضح لي هذا سطح السن السليم الطبيعي تمام. اوكي تمام، بس خلينا نغير اللون لإشي فاتح شوي عشان الصورة بدها لون فاتح. طيب هون يا جماعة سطح السن الانتاكت سليم 100%، هون بتستنتج انه التسوس لساته ريفيرسبل، وهون هسا في زونز رح ندرسها ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب بنلاحظ انه الدايركشن زي ما احنا شايفين في عندي بيز توورد توث سيرفيس. اوكي
وفي عندي هون يعني تقريبا زي رأس للمخروط، خلينا نحكي فيهم زي تحكي بنتحكي في رأسين، هدول توورد ايش يا جماعة؟ الدي اي جي. اوكي دائما الابكس توورد دي اي جي. سو ذاتس one way to look into the lesion. في اللاب طبعا مستخدمين light microscope. اوكي ومسمينا الليجن منطقة surface zone, body of the lesion, dark zone. وراح طبعا اشرح لكم ان شاء الله كل ليجن ليش هيك اسمها. translucent zone وبعدين النورمال انامل له اسم اخر اللي هو sound انامل. فلما نسمع normal انامل او sound انامل هي نفسها. ان شاء الله راح نكمل في فيديو قريب عن هذه الزونز اللي راح نشرح فيها الشكل الهيستولوجي تاع الدنتال كاريز الموجود في الإنامل. بعدين إن شاء الله منعرج على الكاريز في الدنتن، تكون المحاضرة الجميلة هاي انتهت.